الإطار التنسيقي استنفر جماهيره وتظاهراته من أجل مواجهة أنصار التيار الصدري المعتصمين تحديدا في مجلس النواب العراقي اليوم، وكانت هنالك تفاصيلا مثيرة حول طبيعة ما جرى، وكانت هنالك كثير من التغييرات التي جرت على هذه المسألة. دعونا الآن نقترب بالقمر الصناعي مباشرة إلى المنطقة الخضراء حيث تواجدت فيها التظاهرات، ولا زالت هي موجودة، هذه العاصمة العراقية بغداد، لنهبط مباشرة إلى المنطقة الخضراء. الآن بالوجود وبالتواجد في المنطقة الخضراء، إذا ما أخذنا الحدود الخاصة بالمنطقة الخضراء بكل تأكيد، فالمنطقة الخضراء تأتي حدودها بهذا الشكل الذي ترونه التقريبي، طبعا هنا فندق الرشيد بهذا الاتجاه، وبعد ذلك تأتي بهذا الشكل بالنسبة طبعا للمنطقة الخضراء. ببساطة شديدة للغاية بأن أنصار التيار الصدري عندما بدأوا هذه التظاهرات كانوا قادمين من ساحة التحرير عبر جسر الجمهورية مباشرة بهذا الشكل، ووصلوا ولا زالوا هم متواجدين حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها في مجلس النواب العراقي، معتصمين في هذه النقطة. بالنسبة لجماهير التيار الإطار التنسيقي الذين بدأوا تظاهراتهم طبعا في الساعة 5 اليوم، هم جاءوا بهذا الاتجاه من هذا الطريق الذي ترونه، وكذلك ووصلوا إلى منطقة الجسر المعلق بهذا الاتجاه، ولم يتمكنوا طبعا من دخول المنطقة الخضراء، ليس لأنهم لم يتمكنوا، كان هنالك فعلا تصديا من القوات الأمنية لهم، ولكن أيضا في نفس الوقت كانت الأوامر واضحة من الإطار التنسيقي ألا يتقدموا وألا يدخلوا إلى المنطقة الخضراء، ولكن المسافة بين الطرفين طبعا تأتي بهذا الشكل على مسافة 2.3 كيلومترا، المسافة ليست بعيدة، ولكن من الصعب للغاية أن يتحقق أي عملية صدام في ظل هذه المعادلة التي ترونها، وذلك ليس بسبب المسافة وإنما بسبب وجود القوات الأمنية العراقية بشكل كبير للغاية. هم تواجدوا بشكل مكثف في داخل المنطقة الخضراء، تواجدوا حول المنطقة الخضراء، تواجدوا في جميع الطرق المؤدية للمنطقة الخضراء، حتى على طريق مطار بغداد كانوا متواجدين بشكل عال للغاية، وكذلك كانت هنالك أيضا مروحيات كثيرة جدا تحلق فوق هذه المنطقة من أجل ضبط المنطقة بكل تأكيد، وبالتالي لم تكن هنالك أي فرصة ولا 1% من أجل الصدام بين جماهير الإطار التنسيقي أو جماهير التيار الصدري بأي شكل من الأشكال أو بأي طريقة أخرى. وكذلك كان هنالك القوات الأمنية التي أتحدث عنها والحضور الأمني كان عاليا للغاية، عندما ترى المقاطع منذ ليلة أمس كانت التحضيرات لطبيعة ضبط الأمور، تلاحظ بأن القوات الأمنية العراقية والجيش العراقي كان حاضرا بقوة. عبر هذا المقطع المصور من منطقة الصالحية وهي تتوجه مباشرة طبعا بالنسبة للقوات الأمنية العراقية إلى المنطقة الخضراء، وبالتالي كان هنالك انضباطا أمنيا عاليا لمنع أي سيناريو كان قد تحدث عنه الكثير بأننا قد نكون أمام صدام. لكن المثير بهذا الأمر بأن تظاهرات الإطار التنسيقي انتهت بعد 1:30 فقط، في 6:35 أو 30 دقيقة نشرت أنباء مهمة جدا قادمة من قيادات الإطار التنسيقي، وهي تطالب أنصارهم بالانسحاب من هذه التظاهرات، أن يعودوا سالمين غانمين من هذه التظاهرات التي قاموا بها، واعتبروها بأنها رسالة قد أرسلت. ليس واضحا حتى هذه اللحظة ما طبيعة هذه الرسالة وأين يريدون أن يصلوا من هذه التظاهرات التي طبعا كان مداها يعتبر ومدتها كانت قليلة بمستوى 1:30. الأهم من هذا الأمر، لماذا وصلنا إلى هذه النقطة ولهذا التصعيد الكبير، هي كانت كلها واضحة بعد تغريدة السيد مقتدى الصدر الذي اعتبر بأن ما يجري من تظاهرات لأنصاره هي عبارة عن ثورة عفوية سلمية حررت المنطقة الخضراء، فرصة عظيمة وذهبية لتغيير النظام السياسي والانتخابات والدستور العراقي. جاء بعدها مباشرة بيان من الإطار التنسيقي عن التظاهرات التي تحدثنا عنها بكل تأكيد، اعتبرت بأن هذا مخطط لانقلاب مشبوه، وبعدها شهدنا ما شهدناه من هذه التظاهرات. ولكن بعد هذا البيان طرفا مهما في الإطار التنسيقي وهو السيد هادي العامري طلب من الجميع من الإطار التنسيقي، وكذلك طلب أيضا من التيار الصدري، أن تكون هنالك تهدئة وأن يكون هنالك حوارا واحتكاما للعقل، ويجب أن نتحاور
حقنا للدماء العراقية وأن لا يكون هنالك أي صدام بأي شكل من الأشكال. وهذا واضح أن كان هنالك وكانت هنالك نوع من الخلافات، وأن الإطار التنسيقي كان في خلافات كبيرة حول هذه التظاهرات وحول طبيعة الحوارات، وقد يفسر لماذا كانت التظاهرات بالنسبة إليهم وتظاهرات الإطار التنسيقي عبارة عن ساعة ونصف لا أكثر ولا أقل. المثير بهذا الأمر أن بعد هذه التغريدة جاء وزير السيد مقتدى الصدر، وهو السيد صالح محمد العراقي، الذي كان قد رد على السيد هادي العامري في هذه المسألة وقال بأننا سنتفاوض ولكن بشروط، والشروط هذه هي عبارة عن ثلاث شروط من أجل هذا التفاوض. عليك يا هادي العامري أن تنسحب من الإطار التنسيقي أنت وكتلتك، وكذلك نريد استنكارا واضحا حول ما ورد في التسريبات الصوتية للسيد نوري المالكي من عملية إساءة وتهجم واضح جدا على السيد مقتدى الصدر، وكذلك بالإضافة إلى ذلك بأنك كنت قد وقعت على وثيقة إصلاحية في السابق ولكنها لم تنفذ، لماذا الآن نصل إلى الحوار وحوار إصلاحي وينفذ؟ ليس هنالك ضامن، وعلى هذا الأساس نحن نطلب أن يكون هنالك ضامنا بعد تحقيق الشروط التي ذكرت، وبعد ذلك من الممكن أن نحقق هذا الحوار ونصل إلى نتيجة أخرى، وبالتالي نتيجة مهمة، وبالتالي نحن أمام فعلا تشنج كبير جدا مستمر، وهذا التشنج تراقبه دول العالم بأكملها، والتركيز الكبير هو يأتي من إيران تجاه ما يجري. وهذا كان واضحا من تصريحات قادمة من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية السيد ناصر كنعاني، قال نراقب كل ما يجري في الداخل العراقي بدقة وبحساسية عالية، وأن الأمن العراقي يعتبر مهم بالنسبة إلينا. المسألة بالنسبة إليهم مهمة، لماذا؟ ليس فقط لأن هنالك حدودا مشتركة بين البلدين على مسافة 1400 كيلومترا، ولكن الأمر هو مرتبط بالمفاوضات النووية من أجل العودة للاتفاقية النووية. ما دخل المفاوضات النووية في مسألة ما يجري في العراق اليوم؟ المسألة مرتبطة للغاية بالفصائل المسلحة الموالية لإيران وطبيعة النفوذ الذي تمتلكه إيران، لأن تفاصيل مهمة جدا كانت صادرة منتصف الشهر الماضي من الشرق الأوسط، تحصلوا على معلومات خاصة نشروها بشكل رسمي عن قادة غربيين مطلعين عن المفاوضات النووية في باريس، عرفوا تفاصيل مهمة جدا عن تنازلات للولايات المتحدة الأمريكية تم تقديمها لإيران، تنازلين تم تقديمها إلى إيران. التنازل الأول بحسب الشرق الأوسط وما نشرته بكل تأكيد هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل في السياسة الإقليمية لإيران في العراق، في سوريا، مع حزب الله، مع جماعة الحوثي. انطلق يا إيران بفصائلك المسلحة، لن نتدخل. كذلك الشرط الثاني هو مرتبط بعملية عدم تدخل الولايات المتحدة الأمريكية أو ضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إيران في مسألة البرنامج الصاروخي الإيراني البالستي، لن يتدخلوا أبدا في هذه المسألة. ولكن في المقابل يا إيران عليك أن تعودي للاتفاق النووي وأن تبتعدي من مسألة الوصول إلى القنبلة النووية. المثير أن الميدل إيست آي البريطاني في يونيو الماضي كشفت عن قضية مهمة للغاية، وهذه القضية هي مرتبطة بمؤسسة وهي مؤسسة خاتم الأنبياء التي تعتبر الذراع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني. إيران عادت بعد هذه الطلبات وهذه التنازلات، طبعا عادت وكررت هذا الأمر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وقالت لها بصراحة بأننا لا يهمنا مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب أو غيرها، ما يهمنا هو أن ترفع العقوبات عن مؤسسة خاتم الأنبياء الذراع الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني، وسنعود إلى الاتفاق النووي في ظل الشروط التي قدمتيها لنا بكل تأكيد. وبالتالي هذا يعني بأن أموال الحرس الثوري الإيراني، والحرس الثوري يسيطر بحسب العديد من التقارير على الكثير من القطاعات الاقتصادية الموجودة في داخل الإيراني، وهذا يعني توفر الكثير من الأموال لإيران. ولكن المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت تماما هذا الكلام، وبالتالي أيضا مسألة المفاوضات النووية دخلت في تعقيدات كبيرة للغاية، وتوقفت المفاوضات النووية. وحتى قبل 4 أيام موقع أكسيوس الأمريكي كان قد كشف تفاصيلا قادمة ومتعلقة من منسق البيت الأبيض بريت ماكورك بارك رافيت، كشف حقيقة مهمة جدا بأن بريت ماكورك قال بأن المفاوضات النووية وصلت إلى نهاية وأصبح مستبعدا جدا أن نعود إلى الاتفاق النووي أو أن يكون نجاحا في العودة للاتفاق النووي، وذلك لسبب مهم جدا بأننا لن نتنازل بعد الآن. المثير بهذا الأمر بأن إيران الآن وصلت إلى نقطة مهمة جدا الآن للعودة إلى المفاوضات النووية، مسألة مهمة اليوم كانت إيران
تحدثت عنها بشكل رسمي، وهي مرتبطة بجهود كانت قادمة من هذا الرجل مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وهو جوزيف بوريل. هذا الرجل قدم مسودة ونص الآن أعادة الحياة للمفاوضات النووية من جديد، وهذا النص قدمه مباشرة إلى إيران. وكان قد تحدث جوزيف بوريل عن هذه المسألة تحديدا قبل 6 أيام على الفاينانشال تايمز قبل أن يقدم هذا النص وهذه المسودة إلى إيران، وقال الآتي عن هذا الموضوع. قال إن النص ليس اتفاقا مثاليا، لكنه يمثل أفضل اتفاق أعتبره ممكنا بصفتي وسيطا في المفاوضات. وأضاف أيضا: الحل المقترح يتناول كل العناصر الأساسية ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة. وإيران اليوم كانت لديها تصريحات مهمة جدا وسعيدة ومتفائلة في العودة للمفاوضات النووية من جديد، وهذا كان واضحا مما ثبتته بلومبرغ الأمريكية من تصريحات أيضا من المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، وهو طبعا السيد ناصر كنعاني، الذي كان واضحا جدا في طبيعة أن هنالك سيكون هنالك موعدا لعودة المفاوضات النووية من أجل العودة للاتفاقية النووية. ولكن في نفس الوقت هم أيضا وضعوا تصريحا مثيرا يتحدون فيه الولايات المتحدة الأمريكية والعالم من قبل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية السيد محمد إسلامي، الذي أكد بأن إيران تمتلك كل القدرات للوصول إلى القنبلة النووية ولكنها لا تريد ذلك. رسالة واضحة جدا، رسالة ضغط واضحة جدا لا يمكن نكرانها. وبالتالي وعلى هذا الأساس بالنسبة لإيران الآن، مسألة بقاء العراق هادئا هي مسألة مهمة جدا على بقاء نفوذها، لأنها تحصلت على تنازل من الولايات المتحدة الأمريكية كما تحدثت الشرق الأوسط، وبالتالي هي تريد أن تنتهي المفاوضات النووية، أن تنجح بالاتفاق بالعودة إليه، أن تحصل على الأموال التي تريدها واستمرار نفوذها من دون أي صدام ممكن أن يزعزع النفوذ الذي تتمتع فيه في الداخل العراقي. كذلك هي مسألة مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ما يجري في العراق، هدوء العراق مهم للأوساط الغربية، لأن الأوساط الغربية تحدثت بقلق كبير للغاية قبل فترة، قبل هذه التظاهرات التي نتحدث عنها، عن مسألة بأن يجب أن يكون العراق مستقرا ويستمر في الاستقرار، لأنهم يريدون إمدادات الطاقة أن تبقى مستقرة في الداخل العراقي وتتصاعد. بالنسبة إليهم هذه مسألة مهمة للغاية، لأن هنالك أزمة طاقة كبيرة في العالم بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما تسببت به، وعدم تعاون المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم المحاولات الأمريكية الكثيرة، حتى الإمارات العربية المتحدة أو غيرها، في ضخ المزيد من النفط في السوق من أجل مساعدة العالم في الخلاص من أو تخفيف العبء الاقتصادي الكبير الذي تواجهه الولايات المتحدة الأمريكية وتواجهه كذلك أوروبا وحتى العالم بأكمله بسبب هذه الحرب. وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية تضع في حساباتها وبشكل واضح أن الاتفاق النووي قد يفشل، وهذا يعني أيضا الفشل في الحصول على الطاقة من إيران. على هذا الأساس هذه المعادلة وما يجري في العراق اليوم، أي صدام ليس في مصلحة إيران، ليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه قد يؤثر على الاقتصاد، قد يزيد من نسب التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا، ويدخل في مشكلة حقيقية، وقد يفتح الباب لتنظيم داعش الإرهابي أن يجد طريقه مرة أخرى في الداخل العراقي، رغم أنه تضاءل كثيرا في المنطقة. وإذا ما أخذنا مثلا واحدة من اللقطات المهمة القادمة من خلية الإعلام العراقي ومن صقور الجو العراقي، وهم يضربون أوكار تنظيم داعش هنا كما تلاحظون، إذا ما أخذنا بعض العلامات من هذه المنطقة التي تبدو هي مرتفعة بأخذ هذه النقطة التي ترونها بهذا الاتجاه بهذا التخطيط وبهذه الطريقة، فقط لنقارنها طبعا مع القمر الصناعي، فإن الضربة جاءت بهذا الاتجاه الذي تلاحظونه، وكانت هذه قبل أيام قليلة الضربة موجهة لأوكار تنظيم داعش في هذه المنطقة. المنطقة تعتبر نقطة خطيرة للغاية، تعلمنا وتوضح لنا بأن تنظيم داعش الإرهابي متواجد، من الممكن أن يشكل خطرا كبيرا جدا على العراق إذا ما تأثر بأي شكل من الأشكال بأي مواجهة أو بأي صدام أو بأي خلل بأي طريقة بأي طريقة أو أخرى بكل تأكيد. بالتالي دعونا الآن نقترب بها بسرعة كبيرة جدا لكي نعرف ما هذه النقطة التي نتحدث عنها. النقطة التي نتحدث عنها هي تأتي طبعا إلى جنوب غرب مدينة الموصل. هذه هي مدينة الموصل التي ترونها، وهذه المنطقة المرتفعة هي المنطقة التي قام بها الجيش العراقي وصقور الجو العراقي في عملية تسديد ضربات مكثفة لتنظيم داعش الإرهابي بهذا الاتجاه. المسافة تأتي على
طبعا كل التواجد والأوكار لداعش وهذا الوكر تحديدا على مسافة 30 كيلو مترا فقط من تواجد تنظيم داعش الإرهابي، وبالتالي بالاقتراب من هذه المنطقة قليلا لكي نرى ونقارن هذه المسألة التي تحدثنا عنها بالصورة القادمة من خلية الإعلام الأمني بكل تأكيد، لنقترب من هذه المنطقة بهذا الاتجاه الذي ترونه، وبالتالي سنكون نحن أمام هذا المرتفع بالتفافة بسيطة الآن فقط لنرى أين يقع هذا الموقع. ستلاحظون بأننا فعلا أمام نفس هذا الموقع الذي ترونه بهذا الاتجاه ومن خلال هذه الرسمة التي تتطابق تماما مع ما صدر من خلية الإعلام الأمني، والضربة كانت هنا لتنظيم داعش الإرهابي. بالتالي مسألة الإرهاب، مسألة الطاقة، مسألة المفاوضات النووية وغيرها، كلها لها ارتباطات بكل تأكيد، ولكن تظل الأسئلة الكبيرة حول إلى أين سنصل وأين ستتطور الأمور وكيف من الممكن أن تتغير ويتغير الوضع العراقي بكل تأكيد.